عاوزين نخش كده بعد ما شفنا ايه هو كومبريشن ممبر وايه هي الاويلرز كولوم ثيوري، عاوزين نخش على الكولوم كاتيجوريز. في الكولوم كاتيجوريز ديت احنا قلنا ان احنا بنقدر نقسمهم للاربع كاتيجوريز: اللونج كولوم والسنترال لودنج، انترميديت كولوم، كولومز وذ اسنتريك لودنج، الستراس اور شورت كولوم ويز اسنتريك لودنج. اول حاجه، ايه الفرق عندي ما بين السنترال والاسنتريك لودنج؟ ماشي، اول حاجه عندي سنترال لودنج هو لو لود هنا بيأثر معايا في المنتصف بتاعي، ولكن الاسنتريك لو انا بيأثر معايا في مش في المنتصف، فبيبقى عندي في مسافه ايه. المسافه دي بتبدا تعمل لي ايه؟ بتعمل لي بيندنج. فالبيندنج دوت ممكن يكون في اتجاه واحد فيديني يوني اكسل بيندنج، او في اتجاهين اي اكس واي واي في المنطقه اللي جوه دي يديني باي اكسل ايه بيندنج. احنا قلنا من الاسامبشنز بتاعه الكولوم ثيوري ان هو ايه، اتكلمنا ان السنترال لودنج دوت بتاع الكولوم، ان اللودنج بتاعك يبقى سنترال. طب ازاي بقدر ان انا اتعامل مع الاسنتريك لودنج؟ هو الفكره في ايه؟ مش انا معايا قوه بعيده عن بعد اي واي مثلا، فانا اقدر احول القوه ديت لو اثر بيها هنا في المنتصف وادور عليها عزل. هتقدر تتعامل معاها عن طريق ان انت الاسنتريك لودنج ده هتحوله لسنترال لود وذ ابلايد مومنت. فبص هنا، او قال لك الاسنتريك لودنج هو سنترال هتحوله حاجتين، هتبقى سنترال لود اللي هو البي اللي هنا، والابلايد مومنت اللي هو ايه الام اكس بتاعتك. طيب تعالوا نبص عليهم حاله حاله من دول، هنستخدمهم في ايه. موضوعهم بسيط يعني، ما تقسيمتهم بسيطه. اول حاجه اللونج كولمز، احنا بنسميها ديت لو هي اللونج كولمز اللي السلندر ريشيو بتاعتها هي ال اوفر كي 1 اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها في الاويلرز كولم ثيوري. ماشي، قلنا ال كي 1 اللي هي قيمتها بالقيمه ديت، وتقدر تعوض ايه على حسب إيه؟ تعوض على حسب ايه الداتا اللي عندك. طب ازاي اقدر احسب بقى الكريتيكال لود اللي انا مش بعديه، مش عشان ما يحصلليش باكلينج؟ هو الكريتيكال لود هتستخدم الاويلرز فورمولا بشكل عادي. مش انا عندي انا اكبر من ال على كي 1، فانا قلت ايه، قلنا ان لو ال على سلندر نفريش اكبر من ال كي 1 اللي هي عند تي يعني، فانا الاويلرز فورمولا از فاليد، فانا اقدر استخدم هنا الايه الاويلرز فورمولا على طول. وفي نفس الوقت ده انا عندي سنترال لودنج، انا عندي هنا سنترال لودنج، فساعتها انا ايه مش محتاج اعدل حاجه. فقلنا لونج كولومز والسنترال لودنج هنستخدم فيها اويلر فورمولا بشكل مباشر. طيب لو انا هشتغل انترميديت كولوم، يعني ايه؟ هو الانترميديت كولوم هو كولوم عادي ولكن الطول بتاعه اقل من او يساوي ال على كي ايه 1، ال على كي ايه 1 تمام. واتكلمنا قلنا ال على كي 1 اللي هي ايه اللي هنا ديت. ساعتها طيب الفورمولا عشان احسبها، فاكرين الكيرف ده؟ ايوه، قلنا ال على كي 1 اكبر منها هستخدم الاويلر فورمولا، وده ايه لونج كولوم. اقل منها بنستخدم حاجه اسمها جونسون فورمولا او بارابوليك فورمولا. هو جونسون اللي عملها، بس هي بتبقى شكل البارابولا، فهي المسمى ده وده، يا اما جونسون فورمولا او بارابوليك ايه فورمولا ديت اللي هي الانترميديت ايه كولوم. عشان تستخدمها هو عمل كيرف فيتنج للكيرف دوت على شكل بارابولا، فقال لك القيمه ديت لو انا هعمل لها كيرف فيتنج لشكل البارابولا هيديني الثوابت ديت. ان الثابت بتاع الايه هو الاس واي. ليه جاب ليه الاي باس واي؟ عشان لو انا المعادله ديت سويت السلندر نفريشو بصفر، قلت ده بصفر، فده بقى بصفر، فالمفروض الكريتيكال لود عندي يطلع ايه، يطلع اليلد سترينث، فجاب منها الايه الاف يلد. تاني حاجه بعد كده معايا البوينت تي، اللي هو عندي ايه، عند البوينت تي اللي هي ال على كي 1، هتبقى ال على كي 1 كل سكوير مثلا، هيعوض عنها بكام؟ هتديني اف يلد على الاثنين، يعني هتديني هنا اف يلد على الاثنين. فلو انت جيت حسبتها ومعاك الاي، تقدر في الاخر تحسب قيمه البي، هتطلع معاك هنا اللي هو ايه اف يلد على 2 باي في ال على كي كل سكوير في مضروبه في واحد على السي اي السي اي. كل الكلام دوت امتى؟ لو ال على كي بتاعتي اقل من ال على كي 1. طيب طبعا ديت ايه، ديت كل واحده بالوحدات بتاعتها اللي هتشتغل ايه، تشتغل عليها عشان تبقى وحداتك ايه متناسقة. طيب ماشي. طب كده اتكلمنا عن ايه، ازاي نحسب الانترميديت ايه كولوم. طيب الكولومز والسنتريك لودنج، يبقى ليه معادله، هتلاقيها في مرجع شجلي اسمها السيكنت فورمولا. طبعا ديت صعب جدا يجيبها لك، لو جيبها لك لازم نجيب لك الايه الكيرف بتاعها، عشان المعادله ديت لو انت عارف تحلها محتاج تحلها بالطريقه الايه الطريقه النوميريكال ميثود. ماشي، هنستخدمها امتى؟ لو انت عندك ال على كي، تمام، هي اكبر من القيمه ديت، اكبر من القيمه ايه اللي هي القيمه اللي هنا ديت تمام. وفي نفس الوقت
في نفس الوقت ان انت ايه you have eccentric loading، يبقى انت تستخدمها لو انت عندك قيمة اكبر من هنا او eccentric ايه loading، ودي الثوابت بتاعتها. ماشي، ازاي تصل يا اما تعملها باستخدام النوميريكال ميثود او باستخدام كيرف زي كده، هيبقى بنجيب لك الكيرف ده طبعا. بس هنا في عندك هنا ثابت اسمه اي سي على كي سكوير، ده اسمه السنتريستي ريشيو. السنتريستي ريشيو والسي ديت مش تايب هنج، مش تايب الهنج، السي ديت اللي هي اني هجيبها لكم بس من بعد كده. شايفين معاك الكولم لما اثرت معاه بالسنتريك لودنج كان في سي، السي ديت اللي هي المسافه بتاعه البندنج، البندنج عند الايه عند بالنسبه للنيوترال اكسيد، بالنسبه للنيوترال ايه اكسيد. فانا كده حسبنا ايه، حسبنا هنا كده البي على الاريا، وحسبنا ازاي نعمل، نقدر نعمل سولف الايكويشن سواء بالنيوميريكال ميثود او عن طريق استخدام الجراف. وهنا اتكلمنا انا معايا هنا ايه الانترست ريشيو سواء 0.01 0.03 0.061 0.0، فهي بتختلف من واحده لايه، بتختلف من واحده لايه للتانيه. تمام، فاحنا كده الايه كده دوت الكولومز، الكولومز بتاع الاسنتريك ايه لودنج. طب الاسترس والشورت كولوم ده والاسنتريك لودنج، لو انا معايا هنا اسنتريك لودنج بيأثر، فمعايا هنا سيجما كومبريشن هو البي على الايه اللي هو ام سي على الاي اللي هي بقى دي سي نفس السي اللي فوق. ده حسابات عاديه لان انا بحسب الاسترس في المنطقه اللي هنا دي، فانا معايا هنا في كومبريشن ستريس اللي هو البي على الاريا، ومعايا البندنج مومنت. تعوض مباشر طلعت معاك القانون دوت، فالقانون دوت هتقارنه بيه، هتشوف القيمه بتاعتك بحيث ما يحصلش، ما يحصلكش عندك ايه كومبريشن ايه كومبريشن ايه فيلير. ماشي، بس ده هنا كومبريشن فيلير بشكل مباشر، مش هيكون باكلينج يعني. تمام، فده كده الايه الاسترس او الشورت كولوم. احنا طبعا ما دخلناش في اثباتات وما يهمناش اول الاثباتات بتاعتها. طب بالنسبه للسمري انا يهمني جدا ان انا اشوف بقى كل واحده مع كل كولوم عندي من الكولوم ديتها هيبقى شكله عامل ازاي. انا معايا هنا لو لونج كولوم والسنترال لودنج، محتاج لو ال الشرط بتاع ال على كي ان هي تبقى اكبر من ال على كي 1. طب ال على كي 1 اللي هو القانون بتاعها ده. طب البي كريتيكال على الاريا اللي هي اويلر فورمولا عادي. طب لو سنترال لودنج طب اقل من ال على كي 1 تمام، وهنا طب ال على كي 1 بكذا. الكريتيكال ديت بنستخدم الايه اللي هو الجونسون ايه فورمولا. تمام، فهنا هو دوت، فده جونسون. وبقى لو السنتريك لودنج تبقى ال على كي اكبر من القمه ديت هنستخدم السيكانت فورمولا دي، قلنا زي ما قلنا لك يا اما تحلها بالكير بالنوميريكال ميثود، ودي هتبقى صعبه جدا يعني، او ان انت تحلها باستخدام جراف. فلازم لو هتجي لك مساله لازم يبقى في جراف ليها عشان تعرف تحلها. طب لو انت معاك ستراس او شورت كولومز لازم تبقى لو ال على كي 2 اقل من الرقم الفلاني تبدا تقدر ان انت ايه تستخدم الايكويشن ديت عشان تحل ايه على اساسها.